السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أبدأها بأبرز العناوين. سمو محافظ المحافظة الجنوبية يلتقي بعدد من الأهالي والمواطنين من خلال مجلس المحافظة الافتراضي. مركز الاتصال الوطني ينظم مؤتمرا صحفيا مع التربية حول العودة المدرسية الآمنة. عودة الخدمات الداخلية للمطاعم ضمن إجراءات احترازية ووقائية مشددة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل التاسعة. التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية عبر تقنية الاتصال المرئي بعدد من الأهالي والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة، حيث أكد سمو المحافظ على اهتمام المحافظة الجنوبية في إقامة وتنظيم المبادرات التوعوية والأمنية والفعاليات الرائدة من أجل نشر الوعي وتفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة الجهات الأمنية والحكومية والأهلية. كما أكد سموه أن المحافظة تشهد العديد من المشاريع التنموية التي تعكس النمو العمراني والتنمية الشاملة في القطاعين الخدمي والاستثماري، منوها سموه بضرورة الاستمرار بتقديم الخدمات التي تلبي كافة تطلعات واحتياجات المواطنين، وذلك بإبراز الصورة الحضارية للمحافظة. نظم مركز الاتصال الوطني مؤتمرا صحفيا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة ومركز الاتصال الوطني، وذلك بمناسبة العودة الجزئية للطلبة إلى المدارس الحكومية، وللتعرف على جهود الوزارة لضمان استدامة التعلم والتعليم والتحديات التي تواجهها الوزارة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا. الحمد، احنا كانت هناك الكثير من الاراء التي تم طرحها في هذا الاجتماع، وبينا جهود وزاره التربيه والتعليم على هذا الصعيد واستمرارها وحرصها الدائم على تقديم افضل الخدمات التعليميه. بعد قرارات اللجنة التنسيقية بالسماح بتقديم الخدمات الداخلية في المطاعم، بدأ مطلع الأسبوع أكثر من 10,000 مطعم و 130 مقهى في استقبال الزبائن بعد توقف دام أكثر من 7 أشهر في المساحات الداخلية والأماكن المفتوحة ضمن إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. مشاهدينا، نتابع التقرير التالي لأحد المجمعات التي بدأت في تقديم خدماتها مع الزميل خالد العون. تزامنا مع عودة الحياة التدريجية ضمن الإجراءات التي اتخذها الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك بهدف الحد من التجمعات والتقليل من نسبة انتشار العدوى. في
وضع الجائحة، جائحة كورونا اللي وياتنا، قلنا شلون نحقق رؤيتنا في هالظروف الصعبة. فابتدينا ناخذ كل الأمور الاحترازية اللي طبعاً جات مشكورة من الدولة، التعليمات الاحترازية، وبدينا نطبقها على رؤيتنا احنا وكيف نشوف هذا الشيء يتطبق عندنا. فمثلاً بدينا بالكاميرات الحرارية على كل مداخل المجمع أو المداخل الرئيسية على أساس نقيس حرارة كل الزوار. ووضعنا المعقمات تاتشلس، يعني بدون لمس، في على كل المداخل وعلى مداخل فناء المطاعم. عبر أصحاب المطاعم عن تفاؤلهم بعودة الحياة إلى طبيعتها، مع تمنياتهم بعودة انتعاش القطاع لما له من أهمية في البلاد، الذي يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية نشاطاً خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أزمة كورونا أضرت بهذا القطاع، مؤكدين أهمية التزام الجميع سواء من أصحاب المطاعم والمقاهي أو الزبائن بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. باعدنا مثلاً الطاولات إلى المسافة المطلوبة، وحطينا فواصل أكريليك في بين الطاولات وبين الجلسات على البنشات، الجلسات الفردية. نفس الشيء خبرنا المطاعم المستأجرين اللي موجودين عندنا أنهم يتبعون الإجراءات هذه. كونتاكتلس مثلاً، المنيو يكون على QR كود، الدفع يكون عدم بدون لمس. قد ما نقدر حاولنا أن احنا نطبق، يعني نقلل من مناطق اللمس، والمناطق اللي فيها لمس يعني ما نقدر نتفاداها كثفنا التنظيف والتعقيم عليها. ماخذين جميع الإجراءات الموصى بها من الفريق الوطني، تباعد طاولات مترين بين كل طاولة، سانيتايزر، ناخذ درجة حرارة الموظفين والزبائن، 30 زبون فقط في المحل بيكون، وماكسيمم 5 على الطاولة الواحدة. 30 شخصا في كل منشأة هو العدد الذي أقره الفريق الوطني الطبي للسماح للمطاعم بتقديم خدماتها الداخلية، وذلك بناء على المستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري من قبل الفريق، والحرص على التزام جميع العاملين في المطاعم بالالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها، بالإضافة إلى الحرص على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والتزام جميع المحلات والمطاعم والمقاهي بالمجمعات التجارية بعمليات التعقيم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تزاحم الزبائن بداخلها، فضلا عن توفير منطقة انتظار خارج المحلات. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. طيران الخليج تطرح مفهوما جديدا لأسعارها وتحدث محرك الحجوزات. عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أولى ورش العمل التدريبية عن بعد لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين حول كتابة تقرير التقييم الذاتي بمشاركة 30 ممثلا من 3 جامعات. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين على الإجراءات المتبعة من قبل الجودة في عمليات مراجعة البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي والإرشادات المتعلقة بعملية تقرير التقييم الذاتي، بالإضافة إلى التعرف على كافة معايير ومؤشرات إطار مراجعة البرامج الأكاديمية. دشنت هيئة تنظيم سوق العمل فرعاً جديداً ومتكاملاً لقطاع الضبط القانوني بمنطقة ستر الصناعية في مبنى صمم خصيصاً لهذا الغرض، إذ يمثل الفرع الجديد نقلة نوعية في عمل الهيئة، حيث يعد أول فرع متخصص لهيئة تنظيم سوق العمل يتمتع بكافة التسهيلات الداعمة لأصحاب الأعمال سواء اللوجستية أو الخدماتية، بتوفير كافة الخدمات المتعلقة بإدارتي التفتيش العمالي والتفتيش الوقائي.
ويقدم الفرع الجديد مقابلة أصحاب العمل ومطالبات أصحاب الأعمال ورفع الملاحظات الإدارية وتقديم الشكاوى والاستفسارات وإفادات المحاضر الجنائية. عقد المجلس البلدي الجنوبي اجتماعها الرابع بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث ناقش المجلس التوصيات الواردة من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، كما تمت مناقشة تقرير اللجنة الفنية للاقتراح الوارد من مجلس النواب بشأن تعديل نظام بيع وشراء زوايا البيوت بسعر منخفض، كما تمت الموافقة على عمل توسعة للشارع المؤدي إلى مدينة خليفة. وتمت الموافقة في الاجتماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تظليل العربات المتنقلة لعمال النظافة على مستوى المحافظة الجنوبية. وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على تعديل أحكام القانون رقم 74 لعام 2006 بأن تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المواصفات الهندسية في جميع الأماكن العامة التي تناسب احتياجات ذوي الهمم. طرحت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين رسميا مفهوما جديدا لتسعير تذاكر السفر، وتأتي الأسعار الجديدة مدرجة في ثلاثة خيارات للدرجة السياحية وخيارين لدرجة الصقر الذهبي، حيث تمكن للمسافرين اختيار السعر الأنسب بناء على احتياجات السفر والخدمات المطلوبة طوال رحلتهم. وقامت الناقلة الوطنية بتجديد محرك حجز التذاكر عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية لاستيعاب التغيرات في الأسعار ولعملية حجز أسرع للعملاء. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. مشاهدينا الكرام، بهذا أكون قد وصلت إلى ختام أخبار التاسعة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وأسرة برنامج التاسعة تتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.